بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم المحاضرة الرابعة اللي هي تختص بالبلاد فيسيولوجي. احنا البلاد فيسيولوجي اخذنا عليه كنظرة عامة بالعملي، قلنا انه اكو تفاصيل ناخذها بالبلاد فيسيولوجي اللي هي ابتداء بالخلايا وانواعها وانتهاء بالبلازما وتفاصيلها والبروتينات اللي تحتويها والمنيا او التريس اليمنتس اللي متمثلة بالهرمونات والسايتوكاينات وغيرها. بالجزء النظري راح تنعاد علينا بعض المعلومات، يعني مثلا التعريف الدم احنا نعرف انه هو عبارة عن كونكتيف تيجو بشكل فلويد، الوظيفة الاساسية مالته اللي هو نقل الاكسجين من الرئة للانسجة والعكس صحيح بالنسبة للكربون دايوكسيد من الانسجة للرئة وينتهي خارج الجسم. البروبرتيز مال البلد ايضا طرقنا لها بالجزء العملي، انه اللون الاحمر يكون هو يعني الصفة بالهيلثي بلد، بالدم الصحي، يميل للسواد او يعني اللون الازرق عندما يكون الدم دي اوكسيجينيشن. أما لا يكون oxygenated يكون دائما scalarate red color اللي هو يكون saturation by the oxygen. حجم الدم يعني كمعدل هو من 4.5 إلى 5.5، يختلف اختلاف الطبيعة الفسيولوجية الجسم أو الفئة العمرية أو حتى الجندر مال الكائن الحي. الرياكشنز والبي اتش ايضا طرقنا لها وقلنا لازم البي اتش يكون مستوى ثابت اللي هو 7.35، لا يزيد ولا ينقص، لان زيادته معناها يكون الحاله مرضيه يصيح لها الالكيلوسيس، ونقصانه حاله مرضيه يصيح لها الاسيدوسيس، وبالحالتين راح يصير عندنا ديناتشوريشنز بالبروتين والهرمون والانزيم، وبالتالي راح كل الميتابوليزم مال الجسم يتأثر. الوزن الجزيئي مال الدم يكون يتراوح من 1.052 إلى 1.061. أثقل مكونات الدم تكون هي الريد بلاد سيلز، وأخفها هو جزء البلازما اللي راح يكون طافي لي فوق بشكل فلويد. عموما هو الدم أكثر لزوجة بخمس مرات من الماء العادي، لأن وهي أيضا إذا تذكرون جبنا لكم يا كويز ليش هيك لزوجته أكثر، بسبب احتواء على الريد بلاد سيلز والبلازما بروتين اللي هي تنطي الهاي فيسكوزيتي مود. زين، عادة مثل ما قلنا انه الدم وخصوصا بالجزء البلازما يحتوي على عدة عناصر كيميائية اللي هي تشارك بالكل الميتابوليزم بروسيس مال الجسم. اي زيادة او نقص يعني اكو عندنا فد ديفكت معين، مثلا عندنا الجلوكوز اللي هو يتراوح المستوى الطبيعي من 100 الى 120 ملي جرام، لازم ما يزيد عن 120، طبعا القلة عن 100 الحد اذا كان هاي بالظروف انه اذا كان ماكل الشخص، اذا كان فاستينج يعني صايم او هاي الحد 65 او الحد 60 طبيعي نزوله، الابر ليميت مالته تكون الحد 120 او 100 عادة النورمال يعني النورمال رينج بالنسبة للهيلثي بيبول يكون ما يتجاوز 100 حتى لو مهما ياكل، لان اكو فد انسولين يقاوم هاي الزيادة اللي تصير بالجلوكوز. عندنا الكرياتينين اللي هو الويستينج برودكت مال الميتابوليزم مال العضلات، لازم ما يزيد مستوى بالدم ايضا 0.5 الى 1.5 ملي جرام بالديسيلتر الواحد، زيادته يعني اكو مشكلة بالكلى، نشوف جماعة الفشل الكلوي مثلا يزيد 4 و5 ويوصل لل 12. الكوليسترول
لحد 200 ميلي جرام، ما يزيد عنها المستوى وإلا يسبب لي مشاكل الأثيروسكليروسيس وكل أمراض الشرايين والأوعية الدموية. البلازما بروتين يكون نورمال رينج مالتها توتال بروتين، بدون ما أدخل بالتفاصيل أنه شنو نوع البروتين، سواء كان ألبومين أو جلوبيولين أو فايبرينوجين. نحكي على بشكلها التوتال، أنه أنا أقيس توتال بروتين يكون من 6.4 إلى 8.3 جرام دي سيلتر. وطبعا أكو بعض يعني الحالات المرضية أنه أنا أبدي لازم أفصلها، مثلا إيش قد مستوى الفايبرينوجين، إيش قد مستوى الجلوبيولين، إيش قد مستوى الألبومين، لأن كل واحدة إلها فد دلالات معينة على مرض معين. عندنا مثلا البيليروبين اللي هو يعتبر ويست برودكت مال الدستركشن اللي يصير الار بي سي بعد ما تتحلل، بعد ما ينتهي عمره 120 يوم تتحلل الى عدة مكونات من ضمنها البيليروبين، وهي راح ناخذها بالميتابوليزم مال الار بي سي. فالبيليروبين لازم ما يزيد عن 1.5 ملي جرام ديسيلتر، زيادته يعني مرض اليرقان او الصفار. عندنا مثلا الايرون، هذا النورمال رينج مالته. الكوبر من 100 إلى 200 ميلي جرام. الكالسيوم من 9 إلى 11 نقصة هشاشة عظام، زيادة يعني أكو فد نوع من التوكسيستي. صوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكلورايد والبايكربونات، دولة كلهم مجتمعين نصيح لهم الإلكترولايت، اللي هم يشاركون بعدة عمليات أيضية من ضمنها تقلص العضلات وعمل عضلة القلب على وجه الخصوص. فذولا حتى بالأطباء القلبية يقيسهم بنا الواحد حتى يشوفون مستواهم أي خلل بيهم، يعني أكو خلل بالتقلص العضلي خصوصا بعضلة القلب. طبعا الأرقام مو للحفظ، يعني مجرد للاطلاع، بس يا ريت أنه تعرفوه المستويات الطبيعية خصوصا مثل بالشغلات المعروفة اللي هي الجلوكوز، الكرياتينين، الكوليسترول، لأن ذولا موجودين بحياتنا اليومية. زين، نجي على الفاكشنز مال البلاد. ايضا احنا اخذناها بالعملي واخذناها بتفاصيل اكثر، هنا ما رجعت عدتها، بس المين بوينت مالتها اللي هي النيوترينت فاكشن، ريسبيراتوري فاكشن، اكسكريشن فاكشنز، ترانسبورت اوف هرمونز والانزيم، وايضا تستخدم بالريجوليشن اوف ووتر بالانس او ريجوليشن بالاسيد بيس بالانس، يعني كبافر اكشن، وكذلك موازنه البادي تمبريتشر، وتعتبر كخازن غذائي كستوك، يعني انه موجود غذاء وقت الحاجه من تحتاج الخلايا تسحبها من الدم. وكذلك الوظيفه الاخيره اللي هي ديفنسيف فاكشنز، اللي هي متمثله بالاميون سيستم او الجهاز المناعي، اللي هو جزء من الدم اللي يقاوم الأمراض والأوبئة أو أي خطر يتعرض له الجسم سواء خارجي أو داخلي. الكومبوزيشن مال الدم قلنا أكو بلازما وأكو فورمند إليمنتس اللي هي متمثلة بالخلايا الريد بلاد سيلز والوايت بلاد سيلز والبليتليت أو الثرومبوسايت اللي هي الصفائح الدموية. نجي نفصلها الوايت بلاد سيلز، مثلا عندنا ثلاث انواع رئيسيه اللي هي بيزوفيل او نيتروفيل والايزينوفيل، دول اكثر شيوعا. تفاصيل بعد اكو اجزاء بس يعني بنسبه جدا قليله، اللي هي المونوسايت اللي هي تتحول مايكروفاج، واللمفوسايت بنوعها البي والتي سيلز. الريد بلاد سيلز اللي هي كريات الدم الحمراء اللي وظيفتها مو ديفنس، وظيفتها هي ريسبيراتوري فاكشنز على وجه الخصوص. عندنا البليتليتس او ما تعرف بالثرومبوسايت اللي هي صفائح دمويه تشارك بعمليه تخثر الدم وغلق الجروح. بالنسبه للجزء البلازما ايضا احنا بالعملية أخذناه وشفناه يعني بعض الجرافات اللي عرضناها، إنه إيش قد يمثل نسبته وإيش قد يمثل الماء، قلنا يمثل حوالي بالتسعين إلى يزيد شوية من مكوناته هي تكون عبارة عن ماء.
9% فقط هي عبارة عن solid وتكون organic or anorganic، سواء محتويات كيميائية أو هرمونات أو إنزيمات وغيره. السيرم يختلف عن البلازما، قلنا أنه السيرم فقط أشيل من عنده الفايبرينوجين واسطة أنتي كوغيولنت معين، راح يصير عندي سيرم. البلازما بروتينز اللي هي مثل ما قلنا، بعض الأحيان نحتاج ندخل التفاصيلها، لأن كل وحدة لها فد وظيفة معينة أو تشارك بعملية معينة، زيادتها ونقصها دلالة على مرض معين. مثلا عندنا السيرم ألبومين، السيرم جلوبيولين أو الفايبرينوجين. مثلا عندنا الألبومين اللي هو أكثر البروتينات شيوعا موجود بالدم، يشارك بعملية الأوزماتيك بريشر بالانس، موازنة الضغط الأوزموزي بين الخلايا والمحيط النسيجي أو تبادل الغازات والأغذية بين الدم ومحيطه. سيرم جلوبيولين عادة وظيفته الأساسية هي تكون الأميونوجلوبيولين. إذا كان أميونوجلوبيولين يكون وظيفته مناعية، أو بعض الأحيان يكون ترانسبورتر جلوبيولين اللي هو يعني بروتين للنقل، يعتبر كرابط يعني يرتبط ببعض الهرمونات وينقلها من مكان إلى مكان. وبعض الأحيان يشكل الجزء من الار بي سي اللي هو يكون الهيموغلوبين، يكون بشكل رباعي. عندنا البروتين الثالث اللي هو الفايبرينوجين، اللي هو يكون طبعا جدا مهم بعملية الهيموستاسيس او موازنة يعني الموازنة الحيوية للجسم. يكون يعني يعني ايضا يسوي فت كاسكيد معين حتى يحولنا بعض انواع الثرومبينز او الفاكتورز الموجوده، حتى سوينا بلوك لاي جرح يصير. عندنا الجلوبيولين اللي هو قلنا ثلاث انواع، يكون الالفا وبيتا وجاما، هاي بالاشكال، وكل واحد يعني عاده الالفا والبيتا هما يصنعون بالكبد. الجاما جلوبيولين يصنع بواسطة نوع من أنواع الليمفوسايت اللي هي البي سيلز، يشارك بوظيفة مناعية بحتة. مستوى البروتينات مثل ما قلنا جدا مهم. توتالي إذا كان أكو فارييشن بالبلازما بروتين ليفل، مثلا عندنا فد مصطلح نصيح للهايبر بروتينيميا اللي هو زيادة التوتال بروتين على المستوى الطبيعي، فعادة يعني يكون هاي الحالة المرضية تكون مثلا بحالات الجفاف، حالات الهيموليسز اللي يصير بالدم، حالات اللوكيميا والكحول وتعاطي الكورتيزونات. إذا شايفين اللي يأخذون كورتيزونات دائما مثل وجهي النفخ أو جسمي النفخ، فهاي كلها بسبب احتباس البروتين داخل الجسم، وبالتالي يسبب لنا الهايبر بروتينيميا. عندنا الأكيوت إنفكشنز أيضا، بعض أنواع الأكيوت إنفكشنز الإصابات الحادة مثل فد بكتيريا بها فد سم معين يسبب احتباس للسوائل، أيضا يسبب لنا الهايبر بروتينيميا. عندنا الحالة المرضية الهايبو هي اللي عكس الهايبر، يكون مستوى البروتين أقل من الطبيعي، وهاي عادة نصير بالدياريا اللي حالة مثلا اللي تصاحب مثلا امراض الاصابات المعويه الكوليرا وغيره، او الهيمورجيك اللي هي الحالات النزفيه او الحروق، او ايضا خلال الحمل اللي راح يخسر البروتين خارج الدم او يروح باليورين، او عندنا الميل نيوتريشنز اللي هي مثلا سوء تغذيه البروتينات محدده، او الجوع المستمر، او عندنا السيروسز اللي يصير بالليفرز الناتج من يعني اصابه فيروسيه، او بعض يعني التعاطي المفرط للكحول يسبب لنا السيروسز، وبالتالي راح يسبب لنا هايبوبروتينيميا، لان احنا نعرف اغلب البروتينات هي تنتج من الليفر. وظائف البلازما بروتينز مثل ما قلنا بالكواجوليشن، اذا اقول لك شنو دور البروتين بالكواجوليشن تقول لي هو الفايبرينوجين،
مثلا دورها بالديفنس ميكانيزم، تقول لي بعض انواع الجلوبيولينات وعلى وجه الخصوص مثلا الجاما جلوبيولين اللي هو راح يشارك بتكوين الانتي بودي. عندنا مثلا دورها بالترانسبورت ميكانيزم، مثل ما قلنا بعض البروتينات تعمل ككارير لبعض الهرمونات اللي هي مثلا يعني الالبومين الالفا البيتا جلوبيولين، ذولا ينقلون بعض الهرمونز والانزيم او بعض انواع التريس اليمنت او المعادن بالدم. دورها بالمينتنس مال الاوزموتيك بريشر بالبلد، اكيد البلازما بروتين تمارس فد ضغط اوزموزي بالموازنة، لذلك يعني نصيح له احنا الضغط اللي تقوم به اللي هو الكولويدال اوزماتيك بريشر على الرغم من الكونستريشن مال البومين از مور ذان اذر بلازما بروتين، لذلك راح يسوي لنا فد ماكسيمم بريشر حتى يعني يخفف الضغط اللي يصير او يعني يحاول يقلل الضغط اللي يصير داخل الخليه ويطرح الالبومين للخارج حتى تبقى الخليه محافظه على النورمال فوليوم مالتها. ف يعني مثل ما نشوف انه هنا دوره يعني يوازن بين الضغط الداخلي والخارجي للخليه او حتى النسيج الموجود. دورها بالريجوليشن مال اسيد بيس بالانس اللي هي مثل ما قلنا تعمل كبافر اكشنز، لذلك انه عندها فت قابليه على اكتساب فد هيدروجين ايونز، لذلك حوالي سدس عملية الـ يعني البافر اكشنز اللي يصير بالدم هي تقوم بها البروتينات منفردة. دورها بالفيسكوزيتي مال البلاد مثل ما قلنا احتواها على بعض انواع البروتينات بالاضافة للار بي سي تنطينا فيسكوزيتي، وكذلك دورها اللي هو نصيح له suspension stability بال red blood cells. شنو اقصد بال suspension stability بال red blood cells؟ زين شنو اقصد بيها بالسسبنشن ستابيليتي مال ريد بلاد سيلز؟ يعني هاي مثل ما اعرف انه الدم يكون عباره عن ليكويد يحتوي على انواع عده من الخلايا من ضمنها الار بي سي، فدائما مثلا انا عندي ار بي سي هنا، عندي ار بي سي هنا، عندي ار بي سي هنا، اكو فد مسافه محدده بين كل ار بي سي والثاني، ما يصير حتى يعني ار بي سي تلتصق بالثانيه وتسوي لنا فد كلام، وبالتالي راح مثلا تسد لنا فد ميني كابيلاري او تسد لنا فد وريد او فد شريان اذا تجمعت بسبب الكلامبنج اللي انه تتجمع واحده فوق الثانيه، فدائما اكو فد مسافه اللي هي يعني مسافه ثابته بين ار بي سي والثانيه بسبب تنافر الشحنات البيانات. فبعض انواع ال يعني هاي السسبنشن ستابيليتي بعض انواع الجلوبيولينات والفايبرينوجينات ان تجي تعادل هاي المسافه، يعني الفايبرينوجينات هي دائما تكون بوزيتيف تشارج والار بي سي هي نيجاتيف تشارج، فمن تجي هاي البروتينات تعادل شحنات الار بي سي راح تخليها تتقارب من بعضها وبالتالي راح تترسب واحده فوق الثانيه ونشوفها تكون شكل نصيح للرولكس فورميشن اللي هو شكل حزمة النقود أو حزمة الخبز، يعني الار بي سي كأقراص راح وحدة تقعد فوق الثانية. هاي من يقوم بها بعض البروتينات اللي هم على وجه الخصوص الجلوبيولين والفيبرينوجين اللي هم شو وقت يزيدون دولة يزيدون بوقت الالتهابات، يعني الجلوبيولين هو عبارة عن انتيبادي، فالانتيبادي هو بالالتهابات راح يزيد، والفايبرولوجين ايضا بعض الالتهابات اللي تحتاج تخثر او الجروح ايضا راح يزيد مستوى، فراح نشوف المستوى
ترسب الـ RBC أو تكوين هذا الـ Rolex Formation أنه راح تتجمع واحدة فوق الثانية يزيد. هذا أكو فحص راح ناخذه بمختبر كامل اسمه فحص الـ ESR اللي هو الـ Erythrocyte Sedimentation Rate، راح يفحص نسبة ترسب الـ RBC خلال الساعة الواحدة، ومن خلاله أنا راح أستدل على كمية الالتهاب الموجود بالجسم. فهنا دور البروتينات الـ Suspension Stability مال Red Blood Cells أنه راح تفقد الـ Suspension Stability اللي راح تعادل شحنة الـ RBC، وبالتالي راح تترسب وحدة فوق الثانية، مو راح تكون مثل الشكل النورمال اللي متعودين عليه أنه أكو مسافات آمنة بيناتها. طلاب واضحة؟ لأن هاي كلش مهمة ترى. زين. يعمل كخازن مثل ما قلنا، هو نيوتريشن يعني من ضمن وظائف الدم انه يعمل كخازن لبعض البروتينات والمعادن والامينو اسيد وغيرها اللي يحتاجها الجسم بحالات الصيام والجوع وغيرها. هسه راح اخذنا مكونات الدم بصورة اساسية، واخذنا البلازما وتفاصيلها والبروتينات اللي بيها. هسه راح نجي على اول نوع من انواع الخلايا الموجودة بالدم اللي هو الريد بلاد سيلز. طبعا احنا مثل ما قلنا نصيح لها ريد بلاد سيلز، بس هي السيلز اسم غير صحيح لهاي النوع من الخلايا، اللي هو المفروض نصيح لها كوربسلز، يعني الكريات او الجسيمات الحمراء الموجوده بالدم. لان هي مثل ما نعرف الار بي سي عباره عن بايكونكيف ديسك، مو خليه تحتوي على نواه وميتوكوندريا وغيره وغيره، فما تكتسب الصفة الحقيقية للخلية. الاسم العلمي دائما احنا نصيح لها إرثروسايت، دائما هي نون نيوكليتيد مثل ما قلنا، احد اجزاء الفورمد اليمنتس الموجودة بالدم. لونها الاحمر يكون بسبب وجود الهيموغلوبين. النورمال فاليو مالتها اللي هي المستوى الطبيعي كعدد خلايا يكون يتراوح حوالي يعني من 4.5 إلى 5.5 مليون عادة بالميال، يكون يعني هو أيك رينج، ماكو رقم ثابت، بس هو عادة يكون 5 ملايين بالكيوبيك مليمتر الواحد من نسوي لها فحص RBC، وأيضا راح تشوفه بالعملي. الأدلت فيميال يكون حوالي 4.5 مليون بالكيوبيك مليمتر الواحد. أعدادها كلش هواي بالملايين، على عكس الوايت بي سي تكون أعدادها جدا قليلة بالآلاف. يعني النورمال رينج هنا مثل ما قلنا 5 ملايين، بينما بالوايت بي سي ما يتجاوز يعني 11,000 أو 10,000 بأحسن الظروف أو بأكثر يعني نشاط الجهاز المناعي. المورفولوجي، طبعا المورفولوجي مع الار بي سي جدا جدا مهم. ليش؟ لان انا من خلال المورفولوجي مال ريد بلاد سيلز راح اني اعرف وين عندي الديفكت. هي الار بي سي معروف تكون شكل ديسك شيب باي كونكيف او صحيح له دمبل شيب، يكون السنترال بورشن مالتها مبعوج للداخل حتى يعني تكون يعني اكثر مرونه ويكون يعني خفيف، المحيط الخارجي يكون ثيك. فهاي الفوائد هذا الشكل يعني مهمة، حتى مثلا هاي الادفانتج مال انه ليش الار بي سي انخلقت بهذا الشكل بالبايكون كيف شيب الار بي سي. اولا حتى ساعدنا بالهيلب، يعني تسوي لنا فد ايكوال ريبيد ديفيوجن للاكسجين والسي او 2 من والى الار بي سي او بعض السبستانس اللي تحملها. ايضا راح تنطينا فد لارج سيرفيس اريا حتى يصير ابسوربشن او ريموفال ديفرنت سبستانس اللي هي بعض الملوثات اللي تطلب بيها، او حتى بالنسبه للاكسجين والسي او 2. كذلك راح تنطيها مينيمال تنجن انه يكون التوتر جدراماتها يعني اقل ما يمكن، وبالتالي راح الار بي سي ممكن تغير شكلها، يعني تصير شويه مطوله من تمر بأوردة شعيرية ضيقة بدون ما تتكسر.
فبالتالي يعني هاي الباي كونكيف شيب ينطيها هاي الفوائد وتبقى هيلثي بدون ما يصير بيها اي دمج وتقوم وظيفتها على احسن مايك. فمن اقول لك شنو الادفانتج مال الباي كونكيف، تنطيني ذول النقاط الثلاثة او اربعة. الافرج لايف سبان مال ار بي سي عادة 3 اشهر اللي هو 120 يوم. بعد ما ينتهي عمرها راح الار بي سي يصير بيها ديستركشنز، انه لازم تتحلل الى موادها الاولية، والما يفيد ينطرح خارج الجسم، واللي يفيدني يروح للبون مارو حتى يصنع ار بي سي جديد. وين راح يصير بيها الديستركشنز؟ عادة ديسترويد ان ريتيكوليو اندوثيليال سيستم. بينما هي المانيفاكتشرنج مال الار بي سي وين صار؟ بالبون مارو. فدائما من اقول لك ده وين صار بها ديستركشن بالريتيكولو اندوثيليال سيستم، اللي هو عاده يكون السبلين السيت اوف ديستركشن للار بي سي. نعم، مثل اقول لك اشرح لي الفيت مال ريد بلاد سيلز اللي هو معناه الديستركشن وتحلل المواد الاوليه مالتها. الار بي سي راح تروح للسبلين، طبعا هاي الاولد ار بي سي اللي هي حوالي صار عمرها حوالي بال 120 يوم. شلون راح يتعرف عليها الـ يعني الريتيكولو اندوثيليال سيستم؟ انه هي اولد، راح يكون عاده الهيموغلوبين يعني مستهلك، فبالتالي راح يصير لها ديستركشن بواسطه مايكروفاج، خلايا بلعميه موجوده بالسبلين، راح تبدي تاخذها وتكسرها، تنطي لنا هاي المحتويات الثلاثه اللي هي الايرون الجلوبين والبورفيرين. الايرون راح يرتبط بالابو فيريتين ويتحول الى فيريتين، بعدين يخزن ويرجع يستخدم كناقل للايرون. الجلوبين اللي هو عباره عن بروتين ايضا راح يبي يعني يتكسر، يتحول الى الامينو اسيد الاساسيه اللي مكون لهذا البروتين، وايضا ترجع تستخدم بتصنيع نيو جلوبين او سلسله جلوبين جديده بالار بي سي جديد. البورفيرين اللي هو عاده يكون جزء الـ يعني الميتابوليزم برودكت، لازم يصير بيه كليرنس، يتحول الى بيليروبين اللي هو يكون بشكل يوروبيلينوجين يعني ما قبل الارتباط، هذا جزء يروح للامعاء وجزء يروح للكلى، ينطرح فنشوفه ينطرح باليورين، ينطي الشكل الاصفر. البيليروبين هو ينطي الشكل الاصفر لليورين، يعني من يصير تدرر نشوف كل ما زاد الصفار يعني اكو نسبه بيليروبين عاليه، وجزء يروح للامعاء ايضا ينطي اليلوش كلر للفيسز اللي ينطرح خارج الجسم. فهذا المخطط ايضا جدا مهم، يلخص يعني شرح ورقتين انا شفته، هذا كلش كافي تعرفه. واضح طلاب لحد الان؟ واضح. واضح يا سجى قاسم؟ يا ضحى ستار واضح؟ يلا سجى. الار بي سي هسه ايش قد عمرها؟ 120 يوم. 120 يوم. زين. النوع الثاني من الفاريشن اللي هو الباثولوجيكال فاريشن. الباثولوجيكال هنا لا، انا صار عندي يعني تغيرات او يعني بنسبة الدم، بس هاي هنا مرضية تعتبر، اللي هي زيادة بعدد الـ RBC count، تزيد فوق 7 مليون مثلا، وتكون عادة البوليسايثيميا على نوعين المرضية، مو بوليسايثيميا فسلجية، هنا pathological، تكون primary أو secondary بوليسايثيميا. اللي هي primary بوليسايثيميا تصير بسبب انه زيادة بالـ RBC count او نصيحرها البوليسايثيميا بيرا، تصير بعض انواع الريد بون مارو مالجنسي، بعض انواع سرطانات نخاع العظم، هاي نصيحرها البرايمري بوليسايثيميا.
أو بوليسايثيميا بي ار. شو وقت تصير؟ تصير بالسرطانات نخاع العظم. السكندري بوليسايثيميا هاي أيضا حالة مرضية تصير بعض أنواع، يعني مصاحبة لبعض أنواع الأمراض العضوية، مثلا بالكونجينيتال هارت ديزيز اللي هو احتشاء عضلة القلب اللي يصير، أو عندنا مثلا باللي يصير عندهم كرونيك كربون مونوكسايد بويزنينج اللي هم يعيشون مثلا مصانع أو بيئة تكون الكربون مونوكسايد يعني تركيزه جدا عالي، فتصير عندهم هايبوكسيا وبالتالي راح تحفز الارثروبايتين، والارثروبايتين ايضا يقوم بدوره بتحفيز البون مارو بانتاج ار بي سي اكثر من اللازم. فاحنا عندنا مثلا مفهوم خاطئ انه اللي يدخن عنده زياده بالدم، هو مو زياده بالمعنى الصحيح، انه مو عنده ار بي سي كلها موجوده هي فاكشنال وهيلثي، لا تكون صح زياده بالعدد بس بدون فائده، يعني نص هذا العدد هي تكون ار بي سي صحيه وتقوم بنقل الاكسجين، مثلا نص او ربع البقيه حسب النسبه هي تكون عباره عن ار بي سي عدد بدون فائده، مثلا صاير بها بلوك انه الكربون مونوكسيد مرتبط بها وبالتالي لا يرتبط بها الكربون دايوكسيد حتى يصير كليرنس، ولا يرتبط بها الاكسجين. فهنا بالبوليسايثيميا بالكربون مونوكسيد بويزنينج تكون هو اللي قاعد على ار بي سي ويعني شاغل مكانات ارتباط الاكسجين. فكل هاي الظروف هي تؤدي الى هايبوكسيا وبالتالي راح تنطي يعني تحفز النخاع العظمي على انتاج خلايا اكثر. عندنا النوع الثاني اللي الباثولوجي اللي هي الباثولوجيكال انيميا، يعني قله بعدد الار بي سي. فهاي الباثولوجيكال انيميا تكون مثلا الار بي سي يعني راح يتغير شكلها وبالتالي راح يصير بها ديستراكشن. مثلا عندنا نوع نصيح للمايكروسيتيك انيميا اللي هي تكون الار بي سي اصغر من حجم يعني من حجمها الطبيعي، او عندنا الماكروسيتيك انيميا اللي هي الماكروسايت انه تكون الار بي سي اكثر من حجمها الطبيعي، وعندنا في الحاله مرضيه نصيح لها الانسيوسايتوسيس اللي هي تكون الار بي سي غير متجانسه الحجوم، كبيره وصغيره ومتوسطه وما منتظمه الجدران. فهاي كلها وين راح تبين؟ بالبلد فيلم اللي راح من يفحص الهيماتولوجيست يبدي يفحص شكل الار بي سي وياخذ اكبر عدد، يقول ان هاني عندي هل قد عدد هي مايكروسيتيك او هل قد عندي ماكروسيتيك او هل قد عندي انسيوسيتيك انه يعني ما منتظمه الاشكال والحجوم. فكل وحده لها دلالات معينه ويعني على اساسها يصنف نوع الانيميا حسب المورفولوجي مال ار بي سي. احنا عاده لازم هي تكون الار بي سي هي تكون نورموسيتيك، لا مايكرو ولا ماكرو ولا انسيوس. زين، هاي التصنيف طبعا للانيميا الباثولوجيكال انيميا مثل ما قلنا حسب شكل الار بي سي انه راح يصير بها تغير بالحجوم. اكو تصنيف اللي هو الايتيولوجيكال كلاسيفيكيشنز ان شاء الله عم تاخذوه، هذا راح يكون حسب المسبب المرضي اللي يحدده الطبيب. مثلا عندنا الهيمولوتيك انيميا مثل انيميا تحلليه انه الدم ده يتحلل داخل الجسم، عندنا هيمورجيك انيميا مثلا هاي ما يعني ناخذها محاضرة واحد اللي هي الأنيميا النزفية، مثلا صار عندي حادث وخسرت كمية دماء وعلى أثرها صار عندي فقر، أو عندنا نيوتريشن ديفيشينسي أنيميا عندي نقص تغذية ونقص معادن، أو عندنا مثلا اللي نصيح لها الأبلاستيك أنيميا اللي هي تكون ناتجة من أمراض خبيثة بالبون مارو. فهنا من نصنف نقول مايكروسيتيك وماكرو هنا حسب شكل الار بي سي انه صاير شكلها مو طبيعي، وعندنا مثل ما قلنا نصنفها حسب المسبب المرضي اللي هي تكون الايتولوجيكال كلاسيفيكيشن. زين، الار بي سي سينثيسيس او نصيح للارثروبايوسيس. شنو هو الارثروبايوسيس؟ الارثروبايوسيس هو يعني مصطلح ماخوذ من الهيماتوبايوسيس، هيماتوبايوسيس اللي هو تصنيع خلايا الدم.
باختلاف انواعها الوايت بي سي والار بي سي والبليتليت. بينما الارثروبايوسيس هو صناعه الارثروسايت من نخاع العظم حتى تصير ار بي سي فاكشنالز، ويعني قادره على اداء وظيفتها باتم وجه. زين، مكان الارثروبايوسيس عندنا بالفيتال لايف اللي هي بالمراحل الجنينه، يعني كل مرحله او مرحله جنينيه معينه نطلق عليها في المصطلح. مثل عندنا الميزوبلاستيك ستيج، هاي الميزوبلاستيك يكون باول شهرين او ثلاثة اشهر من الحمل، وعاده الار بي سي تنتج من الميزينكايمال سيلز مال يولك ساك. وعندنا المرحله الثانيه اللي نصيح لها الهيباتيك ستيج، هاي تكون بعد مرور الاشهر الثلاثه من او السكند ترايمستر، اللي هو الار بي سي راح تكون تنتج من من الليفر وبعض انواع يعني بعض الاحيان تنتج ايضا من السبلين واللمفويد اورجانز الموجوده بالجنين لحد الست اشهر. بعد اخر مرحله عمريه بالحياه الجنينيه طبعا راح تبدي الار بي سي تنتج من الريد بون مارو، كل موجود بعظام الطفل، والليفر لحد ما يطلع الحياه ينولد راح يبدي لا يتغير مكان تصنيع الار بي سي. مثلا عندنا لحد العشرين سنه up to the age of 20 years انه يكون الار بي سي تنتج من الريد بون مارو مال كل العظام الموجوده بالجسم. بس بعد العشرين سنة اللي هي يعني مرحلة البلوغ التام، انتو ايش قد اعماركم عموما؟ 18 لو 19 19 و 20. زين، فانتو هسه لحد الان العظام يعني كل عظامكم تنتج بعد العشرين سنة، يبدي يصير شيفتينج انه فقط الممبرين اللي هي اللونج بونز اللي يكون نهاياتها مثل ما شايفين النهايات المنتفخة للعظام هي راح تكون سيت اوف ارثروبايوسيس لتصنيع الار بي سي. زين، شو راح تصنع الار بي سي؟ احنا مثل ما نعرف عندنا الستيم سيلز اللي هي الخلايا الجذعية تصنع كل خلايا الجسم، اللي هي نصيح لها الانكوميتد بلوريبوتنت هيماتوبايتيك ستيم سيلز. هاي تكون خليه غير متخصصه، تجي بعض العوامل او بعض الحركيات الخلويه اللي هي نصيح لها السايتوكاينز او بعض الفاكتورات او بعض الهرمونز، راح تجي تقول لهاي الخليه مثلا صيري لي مايلويد او ليمفويد او خليه مثلا بيضاء، او صيري لي صفيحه دمويه، اصير لي ار بي سي. فهنا راح تجي هاي الانكوميتد، ما مقرر انه ايش راح يصير. بعد ما صارت مقرره راح نصحح لها الكوميتد بلوريبوتنت هيماتوبويتيك ستيم سيلز، مثلا قررت انه تكون هي ار بي سي، او هنا راح تكون تتخذ خلايا الدم بصوره عامه. فهاي الكوميتد راح تكون على شكل نوعين، اللي هي تكون مثلا الليمفويد، هاي راح يصنع الليمفوسايت والناتشورال كيلر سيلز، ذني خلايا مناعيه بحت، او راح تصير من نوع الكولوني فورمينج بلاستوسايت، اللي هي هاي راح تنطي كل انواع الدم البقيه خلايا الدم عفوا باستثناء الليمفوسايت اللي صنعتها الليمفويد. يعني حتى الار بي سي المونوسايت الجرانيول سيلز البليتليت اللي هي ناتجة من الميغا كاريوسايت كلها تنتج من الكولوني فورمينج بلاستوسايت اللي هو نصيح المايلويد لاينج، الخط المايلويدي اللي هو يصنع بقية الخلايا. شنو اليونت اللي قلنا او الفاكتورات اللي هي راح تخلي هاي الكولوني فورمينج بلاستوسايت تصير ار بي سي؟ هو عن طريق فد عامل نصيح للكولوني فورمينج يونت ارثروسايت، اللي هو راح يسوي لنا هاي البلاستوسايت متخصصه لانتاج الار بي سي. مراحل تصنيع الار بي سي بدايه من
ما صارت بلاستوسايت راح تصير أول مرحلة نصيح لها البرو إرثروبلاست، بعدين تنتقل إلى مرحلة ثانية. إذا نشوفها هنا على الرسم، هنا من صارت كولون فورمينج يونت للأرض، يعني صار أنه قررت أنه راح تصير هي إرثروسايت. المرحلة الثانية راح تصير الإيرلي إرثروبلاست، سوري. بعدين أو اللي نصيح لها النورموبلاست، اللي هي تكون بشكل بيزوفيليك، يعني طبيعتها قاعدية. بعدين راح تصير الانترميديت، اللي هي تكون لا قاعدية ولا حامضية، عادة تكون بولي كروماتيك إرثروبلاست. بعدين تنتقل للمرحلة اللي نصيح لها الليت نورموبلاست، اللي هي الأورثو كروماتيك إرثروبلاست. بآخر مرحلة طبعا احنا دا نشوف هاي العوامل اللي قلنا هي تتحكم انه قرر هاي الخلية الجذعية ايش راح تصير. مثلا دا نشوف هنا صار الدخل انترلوكين 3، هذا الجرانوليشن مايلويد فاكتورز، والثاني كلهم ذول تدخلوا حتى تصير هي بلاستوسايت. بعدين جو عوامل اخرى مثل الانترلوكين 9 وال الانترلوكين جروث فاكتور الاول، سووها مرحلة الليت. بعدين اجى انضاف لهم هذا الاي بي او اللي هو الارثروبايوتين حتى تاخذ مسار الارثروبايوسيس وتنتهينا بخلية وايت العفو ريد بلاد سيلز. نادى نشوف احنا البولي كروماتيك ارثروبلاست راح يتحول الى اورثوكروماتيك. اخر شيء هي الريتيكولوسايت، هاي كلها هنا احنا دا نحكي داخل البون مارو. دا نشوف الريتيكولوسايت هنا لحد الان هي بيها نواة. جت الريتيكولوسايت انتقلت من البون مارو الى مجرى الدم مباشرة، الريتيكولوسايت بدت تفقد الكروماتيد والنواة اللي بداخلها وتكتسب الصبغة الحمراء حتى تصير ماتشور ارثروسايت، تقدر تقوم بوظيفتها بالنقل الغازات وغير يعني المحتويات اللي تقوم نقلها. فهاي الريتيكولوسايت تنشوف انه لازم مستواها بالدم ما يزيد عن 2%، لازم يعني اذا تعبر وحده 2 اوكي، اذا زاد مستواها يعني اكو خلل بالفاكتور اللي يحول الريتيكولوسايت الى ارثروسايت. فهنا هاي ايضا تصنف فقر الدم على اساس انه الريتيكولوسايت فيها خلل. هاي مثل ما قلنا الكولين فورمينج يونت اللي تتحكم بمسار الستيم سيلز حتى تصير ارثروبلاست او بعدين تنتهي بالارثروسايت. زين، احنا التغيرات اللي صارت خلال الارثروبايوسيس من الستيم سيلز لحد ما صارت ارثروسايت، هاي جدا مهمه. طبعا التغيرات اللي هي صار اول شيء تغير على مستوى الحجم، نشوف انه الستيم سيلز شلون بدت خليه كبيره معقده الى هذا الحجم من خليه بسيطه اصلا ما بيها نواه، فصار هنا ريدكشن بالسايز، قل من 25 مايكرومتر الى 7.2. عندنا التغير الثاني صار ديس ابييرنس للنيوكليال والنيوكلياس، النواه هاي ايش كبرها كانت ايضا اختفت وراح اختزلت وراحت وانتهت. التغير الثاني اللي هو الابيرينس مال هيموغلوبين، نشوف انه الخليه تحولت من اللون البلو او الجراي الى اللون الاحمر. اخر شيء انه صار تغير بالستيننج بروبرتيز، تحولت من البيزوفيليك ستين الطبيعه القاعديه الى الطبيعه الحامضيه المكتسبه بواسطه الهيموغلوبين. فهنا هاي التغيرات جدا الاربعه مهمه. طبعا الرسوم هنا للتوضيح، هنا مثلا موضح لك انه الارثروبايوسيس شلون يبدي بون مورو. هنا مثلا الايرون بهاي المرحله هو يشارك بتكوين البيزوفيليك ارثروبلاست. هنا مثلا الريتيكولوسايت دا يقول لك انه شلون راح يصير بها ريليزنج للبلاد ستريم وتتحول الارثروسايت. هنا الار بي سي راح تعيش لمده 20 يوم بالدم.
ويصير بيها distractions. فهاي التغييرات جدا جدا مهمة لازم تحفظها. زين هنا لحد الآن واضح طلاب؟ أكو شيء ما فهمتوا؟ عيد رفعوا يدكم حتى واحد واحد. دنيا هسه دنيا الأريثمو سايت هم أكو حالات مثلا مرضية إنه مثلا هي توصل مرحله انه ما تفقد دماغها تفقد بها النواه. بالضبط، مثل ما قلت لك، مثل اكو نوبات فحص اذا شايفين الاطباء يكتب لي ريتيكولوسايت كاونت، يريد يشوفون الريتيكولوسايت ايش قد موجوده بمجرى الدم. اذا زادت عن 3% يعني اكو فشل بالعوامل اللي تحول ريتيكولوسايت الى الارثروسايت. فهنا اكو خلل. الأرثروسايت نفسها بس بقى بها نواة. إيه هي من تبقى بها نواة الأرثروسايت يعني ريتيكولوسايت. إيه شنو الفرق بيناتهم؟ مجرد أنه مو مختلف الشكل وفقرات معينة قلت. لا لا، هي الريتيكولوسايت هي المرحلة ما قبل الأرثروسايت. زين بعد منو راد يسأل؟ ولا واحد من الشباب راد يسأل؟ زين هسه احنا الفاكتورز اللي نحتاجها بالارثروبايوسيس، احنا مثل ما نعرف هو الارثروبايوسيس بالبانمورا يصير، المصنع يحتاج مواد اوليه. عندنا مثلا جنرال فاكتورز اللي هو الارثروبايوتين، هذا الهرمون جدا مهم يفرز بالكلى كميات بسيطه، يفرز من الليفر بس هو عادة من الكلى يعني بصورة رئيسية، وأيضا من الدماغ يعني كميات جدا قليلة. الأرثروبايتين له دور مهم جدا، هو راح يسوي لنا إنتاج البرو أرثروبلاست من سي فيو أرثروبلاست، وكذلك راح يطور لنا هو البرو أرثروبلاست إلى ماتشور آر بي سي خلال المراحل اللي أخذناها، وكذلك هو راح يسوي ريليزنج للأرثروسايت للبلاد. بعض الريتيكولوسايت راح نشوف انه تحرر ويا الماتشور ار بي سي، وهاي تعتبر حاله مرضيه سواء خلل بالارثروبايتين او خلل بالايرون ابتيك اللي يروح للبون مارو. هاي كلها جنرال فاكتورز يعني ما متخصصه، هي لها وظائف ثانيه طبعا، يعني مثل الارثروبايتين مو بس بالارثروبايسس الا وظائف. مثلا عندنا العامل الثاني اللي هو ايضا جنرال فاكتورز اللي هو الثايروكسين. احنا نعرف الثايروكسينز ايضا يسوي اكسلريشن بالارثروبايسيس، بس هو له وظائف جدا عديده ببقيه النشاطات الجسم. الهيماتوبايتيك جروث فاكتورز اللي هي مثلا انترلوكين 3 و6 و11، ذولا يشاركون بعمليه تحديد هاي الخليه الجذعيه شلون راح تصير، بس لهم وظائف اخرى مثل وظائف مناعيه. عندنا العوامل يعني العامه الاربع النوع الرابع اللي هي الفيتامينز الاي والبي والسي والدي والاي، دول ايضا ضروريه للارثروبايوسيس، والديفيشينسي باي واحد بهم راح يسبب لنا انيميا، بس هم ايضا يشاركون بغير عمليات. عندنا هنا الماتوريشنز فاكتورز اللي هي عاده تكون اكثر تخصصا يعني بالار بي سي، بس هي ايضا لها وظائف بس يعني جدا جدا ضروريه للار بي سي. مثلا عندنا البي 12 والانترنسيك فاكتور والفوليك اسيد، دول كلهم جدا مهمين للار بي سي. فدائما احنا اذا نشوف اللي عندهم انيميا خصوصا بالحامل قبل طبيعي تنطيها بي 12 فوليك اسيد ايرون. مثلا البي 12 ليش مهم؟ هو جدا مهم للسينثيسيز مال الدي ان اي والسيل ديفيجن اللي يصير بهاي المراحل اللي اخذناها، وكذلك يصيح له احنا الاكسترنسيك فاكتور لان هو يؤخذ من خارج الجسم ما يصنع بواسطه الجسم. عندنا النوع الثاني اللي هو نصيح له الانترنسيك فاكتور اللي هو عامل داخلي يصنع بالجسم. هذا وين ينتج؟ ينتج بالجاستريك ميوكوزا اللي هي موجوده بالبارشال سيلز اللي تغطي جدار المعده اللي هو يحتوي على جلانز تفرز الاتش سي ال اللي يساعد بالهضم. فأحد إفرازاتها هو الانترنسيك فاكتور. هذا شنو أهمية الانترنسيك فاكتور؟ هذا هو يرتبط بالبي 12 يأخذه من الأمعاء إلى مجرى الدم وينقل للبولمر.
فالبي 12 بدون الانترنسيك فاكتور كل شيء ما يقدر يسوي. هاي نصيح له انترنسيك فاكتور، لان هو يصنع بواسطه الميوكوزا اللي يعني موجوده ببطانه المعده. عندنا العامل الثالث اللي ايضا جدا مهم، الفوليك اسيد، هذا ايضا مهم للسينثيسز من الدي ان اي، اي نقص بيه يعني انيميا موجوده. الفاكتورز موجوده بس مو تصنيع الار بي سي يعني بصوره عامه، لا هنا سبيسيفيك فور هيموغلوبين فورميشن. مثلا عندنا الفيرست كلاس بروتين او الامينو اسيد اللي هي تكون يعني اللي تكون لي جلوبين، اللي هي تكون المين بلوكس مال هيموغلوبين، جزيء يعني الامينو اسيد اللي تكون لنا هاي السلسله البروتينيه اللي يصير بشكل اربع سلاسل. عندنا الايرون لان هو راح يكون الهيم بارت مال هيموغلوبين. عندنا الكوبر اللي هو راح يسوي لنا يساعد امتصاص الايرون من الجاسترو انتستينال تراكت من الجهاز الهضمي. عندنا مثلا الكوبلت والنيكل، دول راح يسوون اليوتيلايزيشنز للايرون خلال الهيموغلوبين سينثيسيس. وعندنا الفيتامينز اللي هي السي والريبوفلافين والنيكوتينيك اسيد والبارادوكسينز واللي هم ذولا كلهم الفيتامين جدا ضروريات للهيموغلوبين سينثيسيس. فاحنا دا نشوف ذولا العناصر الخمسه اللي هم مختصين بتصنيع الهيموغلوبين اللي يكون محمول بواسطه الار بي سي.